مثلا النوع الثاني من النون انفيسيف او نون انتروسيف ميثودز اللي هو الالتراسونيك. فكره الالتراسونيك فلو ميتر بتعتمد على اختلاف السرعه. لو عندي انبوب في الفلو تبع الليكويد بهذا الاتجاه راح اركب الالتراسونيك سندر هون، راح اركب كمان ترانسميتر ريسيفر، فراح يكون عندي هون سيجنال سنت، التراسونيك سيجنال سنت والتراسونيك سيجنال ريسيفد. هلا لو الفلو زيرو ما في اي فلو، الوقت اللي بتاخذه السيجنال التراسونيك سيجنال من الترانسميتر، هي ترانسميتر هون، هي ريسيفر، هاي ريسيفر هون، هاي ترانسميتر، الزمن راح ياخذه من انتقال من هون لهون هو نفس الانتقال من هون لهون، نفس الفلويد ونفس الالتراساوند راح يكون نفس فراح يكون في عندي تي بنفس الدايركشن، يعني فورورد وفي زمن، في عندي زمن راح يكون تي فورورد وفي زمن راح يكون تي ريفرس. لما يصير في اختلاف بين تي فورورد وتي ريفرس، هذا الاختلاف بيزيد الاختلاف ما بين تي فورورد وتي ريفرس، لانه الفلويد ماشي في هذا الاتجاه، فراح يكون السرعه من هون لهون تاخذ وقت اطول للانتقال من السرعه من هون لهون، لانه في كومبوننت من الفلويد عماله بساعد زياده الفلو. الوقت بين هذول الاثنين بدنا نحسبه، الاختلاف بين تي فورورد وتي ريفرس الزمن هذا بقدر استطيع بطلع منه فانكشن وبستنتج منه سرعه الفلو تبعت الليكويد، واذا طلعت سرعه الفلو تبعت الليكويد بضرب هاي السرعه في الكروس سكشن تبع الانبوب بقدر اطلع منها الفلو. ببساطه هي فكره الالتراساوند. هلا في الميترز اللي شفتوها ما بعتمد بس على 1 بير، في عندنا كان 3 بيرز عشان نتعود لاي اختلافات موجوده، راح يكون عندي مثلا بير هون، او اذا طلعنا على الانبوب من هذا الاتجاه من هون راح الاقي مثلا عندي هون بير ببعث له بير هون، مثلا بير هون ببعث له بير هون، مثلا واحد ثالث ببعث له واحد ثالث هون، فالاشارات بتنتقل بين هذول الاثنين بين هذول الاثنين بين هذول الاثنين، بعدين باخذ الثري ريدنجز بعتمد بحسن الاستيميشن لسرعه الفلويد بهاي الطريقه.